قانون الموازنة قانون واضح وصريح ولم يعطي الحق بالتعيين. بعد إقرار هذا القانون قانون الموازنة الدوائر تكون ملزمة بتنفيذه، لكن إنه أن يكون هناك اعتداء في ورش النهار على مطالبين بفرص عمل هذا مرفوض رفضا باتا، وأولا حقوق الإنسان وثانيا حق المواطن حق الخريج بأنه يطالب في فرصة عمل، لذلك المفروض أن يكون هناك توفير فرص عمل من خلال تطوير القطاع الخاص من خلال المشاريع الاستثمارية من خلال فتح آفاق أخرى للعمل، ولا نعتمد على أنه نعين في الشركات الخاصة. لكن نحن ضد أي تعدي على أي مواطن يخرج المطالبة بحقوقه الذي ضمنها له الدستور.